في أحضان هذه البلدة الطيبة، وفي سنة 1600 ولد بطل من أبطال الجزائر وثائر من ثوارها. هنا كانت بداية ملحمة العقيد الشهيد بوقاسم الطيب المدعوس الطيب الجغلالي من مواليد قرية دولات التركي ببلدية العمارية شومبلا سابقا. وكغيره من أقرانه أنذاك حفظ السي الطيب الجغلالي القرآن الكريم وتلقى علوم الدين بكل من جامع الشارف بمدالة ببلدية العمارية وزاوية الوزانة ببعطة. بعد تمكنه من مختلف علوم الدين والفقه وحفظه للقرآن الكريم، بدأ السي الطيب الجغلالي مساره التعليمي، أين درس في زاوية بنشكاو، ومن هناك كان يقوم بالمهمة الأصلية وهي التحضير لانطلاق الثورة. كان السي الطيب بوقاسم مبحوثا عنه من طرف المستعمر الفرنسي، لأنه كان من بين الفارين من الالتحاق بالحرب العالمية الثانية التي جندت فيها فرنسا جزائريين بالقوة في حرب لا تعنيهم. وتم تغريم السي الطيب الجغلالي ب50,000 فرنك فرنسي وقتها لأنه رفض وفر من التجنيد. كي جات الغيرة نتاع الألمان وفرنسا ما بين الألمان وفرنسا، جاو للمعقبين الأرمي كاع لمدوهم الدوهم، داو خوالي وداو وليد خالو وداو واحد ما بن عمهم، لقطهم كاع داوهم الأرمي، اللي داوهم قطعوا من المال هيه راحوا، واللي قعدوا هنا ما داوهمش على 6 أشهر بايدوهم. في قبل اللي 6 أشهر يدوهم شوفوا هما ما لحقوش 5-6 أشهر وهربوا، هربوا من الكازيرنا، هربوا من الكازيرنا قعدوا يتلقوا فيهم، حوسوا عليهم ما لقوهمش 9 سنين وهو هارب، ما يبات في البيت، ما يخدم في الساحة، ما يدور، ما يحضر ليلة عيد، ما يحضر مات واحد يحضر عرس، ما يحضر والو، وما يحوسوا عليه وما يسيبوش، هو يمشي بصح ما يعرفوش، يبات في الغابة في الكينين عنا الكيفان، يروح يبات بيناتهم في الكيف هذاك ما يروح ليه حتى واحد. قام السي الطيب الجغلالي سنة 1947 بالتنسيق مع عدد من الثوار بأعمال تخريبية لأحد مراكز الانتخابات الفرنسية بمنطقة شومبلا. أنه هو واحد من رواد الحركة الوطنية، رائد من رواد الحركة الطيبة، حيث نجده في كل تقريبا مراحل نشاط الحركة الوطنية بعد العشرينات، وبالضبط يظهر بشكل جلي في سنة 1948 من خلال عمل فرنسا على تزوير انتخابات سنة 1947 بمناسبة تشكيل ما يسمى بالمجلس الجزائري الذي تجسد من خلال صياغة دستور الجزائر 1947 الذي أصدرته فرنسا في إطار إصلاحات معينة لدائما طرح فكرة الإدماج. لقد تنقل السي الطيب الجغلالي في الولاية الرابعة، أين كان رفقة الشهيد سويداني بوجمعة، ينظمون للثورة ويحضرون المخابئ ويغرسون في الشعب قيم الوطنية والتحرر. كان من الأوائل الذين هيئوا الأرضية لانطلاق ثورة نوفمبر المجيدة، وشاركوا في عدة اجتماعات تنسيقية بالسمعة ومنطقة الوزانة وبعدة مناطق من ولاية لمدية. إذا نجي الشيخ طيب الجغلالي حاضرا من خلال نشاطه في الحركة الوطنية، من خلال تحركاته في هذه الربوع المختلفة، خاصة بين العمارية إلى طابلاط إلى زاوية لوزانة، هذه الزاوية اللي لما فحت في الأرشيف الفرنسي نجدوا يتكلموا على الشيخ الطيب الجغلالي، فيسموه الشيخ الطلبة أو الشيخ الطيب الجغلالي، لأنه كان مدرسا، كان حافظا للقرآن الكريم، كان مهتما، كان مدرسا، إذا هذا اسمح له
من أنه يختلط بالناس وبالتالي يهيئ للثورة التحريرية من خلال نشاطه في هذه الزاوية. في نقاو في 54 لما تبدأ التحضير للثورة ما شهد به المجاهدون وما تذكره الوثائق أنه شهد اجتماعات التحضير للثورة في لوزانا وفي الصومعة مع خاصة مع الشهيد سويداني بوجمعة. سي طيب الجغلالي رجل الدين، الشخصية القوية، بخزان فكري، استطاع أن يكون مجموعة لا بأس بها من كتب داخل مكتبته في زمن الاستعمار، منها كتب في تفسير القرآن الكريم والفقه والميراث وعلم الفلك واللغة، كتب ورغم أن نيران فرنسا أكلت معظمها لكن تبقى الشواهد والأثر. من خلال الكتب اللي راهي أمامنا كاين كتاب كانوا يقرأوا ثم في الفلك، يعني هذا يعني أنه الزاوية عندها مستوى، يعني مستوى من التعليم يعني أعلى من بقية المساجد القرآنية. هذا عام في الـ في الـ في, في, في الناس اللي درسوا في الجزائر، سواء يقروا هذا نقولوا القرآن أو مثل كما الجمعية مثلا درست بشكل مدارس مؤسسات وغيرها من الجمعيات. لابد هذا واجبهم، لأن راهم الناس راهم يحتاجوا إلى تنوير وإلى تثقيف، لأن حتى ذلك حتى يقوموا بمسؤوليتهم تجاه الاستعمار الجاثم على صدور هذه الأرض. اكتشفت فرنسا نشاط السي الطيب الجغلالي فألقت عليه القبض ومارست عليه كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وأطلقت سراحه بعدها بقوى جسدية منهكة تماما من آثار التعذيب. لم يخضع السي الطيب بإرادته القوية وإمكانياته البسيطة لجبروت فرنسا المنتشية بنصر في الحرب العالمية الثانية، وراح مرة أخرى يجمع في صفوف المواطنين وينشر وعي الحرية. فقامت فرنسا الهمجية بكل وحشية هذه المرة بإلقاء القبض على زوجته وتعذيبها وسجنها مدة 3 أيام وإبعادها عن ابنتها الرضيعة سعدية. سعدية أول شهيدة في العائلة تتذور جوعاً لمدة 3 أيام، وبعدها تلتقي من جديد بوالدتها، لكن بعد فوات الأوان، بعد أن مرضت الرضيعة سعدية وتوفيت بالمرض والجوع لتكون أول شهيدة في العائلة. لاحظت أنا كانوا يفصلوني عن الوالدة، سمانة في الثورة ما نتلقاش مع يما، شو الواحد راهو في 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 ثكانة ومن بعد يطوه برمسيون يروح يشوف يما ويتلاقى معها ومن بعد يعاود يدوني واحد. هذه ما التفسير تاعها، هل هو لكون الوالدة سجنوها مرة، الوالد ما حبش مثلا يضع البيض في سلة واحدة وقال ديروا كل واحد وحده يدوا واحد ويخلوا، مش عارف هذه، يعني الله أعلم التفسير تاعها. لأن بعد ذلك أنا أختي ولدت في 58 صغيرة، بصح ما كاينش طبيبة تروح ليه ولا كاش وين تمشي ولا ما كانش يقعد هكذاك يعالج المريض غير ميت، قاعدة هكذاك ما دوها الطبيب ما عندهم وين يدوها، ما كانش فرنسا وينه يديه تغسل لك عندك تقول بو قاسمي حوسوا على بو قاسمي ورا بو قاسمي حوسوا عليه، ما كانش احنا بو قاسمي ما بقاش، قعد وحده صغير وقعد محمد، هذول اللي قعدوا من اخوه بو قاسمي. لم تكتفي فرنسا بهذا القدر، بل سعت بكل قواها إلى تشتيت العائلة ومارست سياسة الأرض المحروقة بعد أن نهبت كل ما تملك عائلة السي الطيب الجغلالي في منطقة وادي البسباس. كل هذه المآسي زادت السي الطيب الجغلالي عزيمة وإصرار لمحاربة الاستعمار الفرنسي الغاشم، وراح يحارب فرنسا ويطيح بها في معارك مختلفة، منها معركة مسنوة بالحمدانية ومعركة كوشة الجير بالمدية. وشارك ثاني في عدة عمليات، كاينه واحد العملية صارت من الجهة تاع واحد بلاصة يقولها مسنو، كذلك تحت كوشة الجير تحت المدية ثاني صارت عملية ثم ثاني كان موجود فيها. هذه الأعمال البطولية مكنته من أن يكون قائدا للمنطقة الثانية بالولاية الرابعة سنة 56 900 وألف، وراح يعزز في قوة الثورة
من خلال تشكيل الكتاتيب وتكوين وتنظيم صفوف الثورة التحريرية. كان للعقيد سطي بالجغلالي دورا هاما في تنظيم وتحضير مؤتمر الصمام، خاصة من زاوية الوزانة التي كانت معقلا من معاقل نجاح الثورة التحريرية المباركة. العقيد الشهيد مشهود له بورعه وخوفه على جنوده وتواضعه معهم، كان بطلا ترك ماضي تلدا مجيدا تتشرف صفحات التاريخ بذكره. وكون رجال جنود مجاهدين يعني، والشيء اللي كان هو قام به يعني في التنظيم أبقى الأثر تاعو يمشي من وراه، بحيث اللي الكتائب زادت كثرت في المنطقة هذه تاع الولاية الرابعة، وجندوا يعني من كثير من الجنود والكوماندوات والكتائب موجودة، وكانت يعني استراتيجية العسكرية يعني قامت يعني بعمليات يعني كبيرة في المناطق هذه تاع البوليده والمديه يعني، وهذه ولايه رابعه يعني تجيبها من تسم سيف ورواح. هنا ولايه رابعه كان فيها عده كل ناحيه فيها كتيبه وكل منطقه فيها كوموندو، يعني الكتائب معروفه كما الزبيريه كما الحمدانيه كما العثمانيه العماريه يعني العز الدينيه، يعني هذه كتائب عديده. ضاع سيت بطولات السطي بالجغلالي ونجاعه منهجيته، فطلب العقيد سي الحواس من قيادة الولاية الرابعة دعمه بإطارات، من بينهم بوغاسمي الطيب الذي رقي إلى رتبة رائد. وأثناء تواجده بالولاية السادسة كلف من طرف العقيد سي الحواس بمهمة في تونس، على إثرها خرج الرائد وقتها سي الطيب الجغلالي لإنجاز المهمة. سي الطيب الجغلالي في مؤتمر الصمام يتعين كأول قائد للمنطقة الثانية يعني لمدة، ومن بعد كانت عنده مهام، لأن السطيب الجغلالي الدور تاعو كان دور يعني أكثر منه سياسي يعني تنظيمي، فخلفه من بعد سي زوبير من الصومعة هو اللي خلفه في المنطقة الثانية. والد رحمه الله كان عنده قلنا معارف كبيرة، وكل منطقة نتاع الولاية الرابعة يعني كل الولاية الرابعة يعني في ذاك الوقت هذه جات بعد تقسيم، هذا جاء يعني بعد 56 يعني بعد 56 أيام، ما قبل كانوا يسموها بالك منطقة ومن بعد ولاو يسموها الولاية الرابعة الخامسة الثالثة الثانية. كل الولاية الرابعة يعني عمل فيها حتى قبل الثورة يعني نديروا استطراد، كان واحد المناضل هنا يسموه فخار أحمد، من بعد ولا هذا مثقف الله يبارك، وأصبح وقيل حتى وصل إلى أنه رئيس دائرة. منا في يوم من الأيام، هو إنسان متواضع وكل شيء، في يوم من الأيام هذيك القصة اللي رايح منها ما يوليش، قال راني رايح لتونس إن شاء الله نقعدوا شهرين ونولوا. راح كان هذا عنده عامين غي شهرين، الطفلة عنده 10 سنين غي شهرين، والطفلة عندها عامين غي شهرين. جبد لهم الزمام قال لها محمد مازالوا له شهرين ويقفل 10 سنين، فتيحة مازالوا لها شهرين تقفل عامين وراح. خلال تواجده بتونس استشهد العقيد سي الحواس وبلغ القيادة الوطنية بتونس الخبر، فقامت بترقية الرائد الطيب الجغلالي إلى رتبة عقيد وولته قيادة الولاية السادسة التاريخية، وكان هذا سنة 59-900 وألف. بعد وصوله إلى الولاية السادسة عائدا من تونس، قام بتنظيم القيادة بالولاية السادسة وشرع في العمل لتقوية النشاط المسلح ومحاربة فرنسا وأذنابها، إلى أن جاء يوم الاستشهاد. ففي صيف 59-900 وألف من شهر جويليا وقع العقيد سي الطيب الجغلالي في كمين استشهد على إثره، رفقة الرائد محمد باشن وابن عمه بالقاسمي. استشهد العقيد سي الطيب الجغلالي في جبل قعيقع رفقة 12 شهيدا من بواسل الجزائر، وهم يذودون عن الوطن ويكافحون لتحريره، فكرمهم الله بالشهادة وكرم الجزائر بنصر واستقلال عظيم.